جونيور أجاي في الدقيقة 48 يحرز الهدف الأول للنادي الأهلي، ثم يعود من جديد النادي الأهلي بالهدف الثاني عن طريق عبد الله السعيد في الدقيقة 65 من الشوط الثاني ليحرز هدف الثاني للنادي الأهلي، وانتهى اللقاء بفوز النادي الأهلي 2-0. الأهلي هو الأفضل الشوط الثاني، الأهلي هو الأكثر سيطرة، استسلام كامل وتام من نادي الإنتاج الحربي.